هل تورك الإمام يجزي عن تورك المأمومين؟ لا، هي عبادة لكل واحد منها مستقلة، مثل رفع اليدين في الصلاة. إذا رفعها الإمام يعني ما نرفع، نرفع والإمام يرفع. إذا توركنا، تورُكنا غير تورُك الإمام. التورُك عبادة مستقلة للإمام والمنفرد، لا يغني أحدهما عن الآخر. إنما الخلاف في إذا قرأ الإمام الفاتحة هل تكفي عن قراءة المأمومين أو لا. أما التورُك لا أعرف فيه خلاف. نعم.